مثل قصة عمرو بن الجموح، وهي قصة عجيبة كانت سبب إسلامه، وكان سيدا في قومه، وكان قد خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيا به معتنيا به، يطيبه وينظفه ويجمله، وضعه في مكان جميل في البيت، وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم. فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاذ بالإسلام، وعلى بعض صغار الأنصار صغار الخزرج، من الله عليهم بالإسلام، فخططوا خطة يوضحوا من خلالها لعمرو بن الجموح أن هذه الأصنام لا تستحق هذه العبادة، مثل المخطط الذي أو الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فجاءوا في الليل ووالده نائم الذي هو عمرو بن الجموح، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ووضعوا الصنم منكسا على رأسه فوق العذرة، جعلوه منكسا على رأسه فوق العذرة. فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم أخذ يبحث عنه، ما وجده، فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة. فغضب من هذا المنظر، ولا زال قلبه متعلق بهذا الصنم، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده. وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالعذرة معبوده، وأخذه وغسله بنفسه وأزال عنه الوسخ بيده ونظفه، ثم وضعه أمامه وقام على عبادته. ثم أعادوا الكرة مرة ثانية، وأيضا بحث عنه وجده بهذه الصفة، ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته. المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت، جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف، قال: إن كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك، أنت دافع عن نفسك، هذا السيف أدافع عن نفسك، إن كنت حقا أو صادقا دافع عن نفسك. وضع السيف عنده، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه الناس النساء الحيض والقاذورات، وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذوا السيف ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة. وحينئذ طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر، إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني؟